هذا نقطة نظري أنا أبو زايد في موضوع الهايك، موضوع مثل جبل. شو أبو زايد مغامرات بعد تسويها غير ال غير الهايك وغير المشي الجبلي؟ أبو زايد؟ شوف إحنا لما نقول هايكينج، أنت تتكلم عن أم المغامرات. تقريباً. هي من خلالها. يعني هل ممكن أحد يروح يسوي لك كيفينج بدون ما يسوي هايك في البداية؟ مش دائما، لان في بعض اغلبيه الكهوف اصلا اسهل لها انك تروح عن طريق السياره. حلو. لانك فيه تحتاج معدات، تحتاج امور، حبال، كاربينز، تحتاج كرول، تحتاج ديسندر، هذه كلها تحتاج دريل، فهذه كلها من الامور اللي انت طيب. معناه لو كان في كهف في منطقه صعبه شوي، هل ممكن الكيف مان يقدر يوصل لها بدون هايكينج؟ لا صعبة، لازم يحتاج هايكينج. معناه لازم يكون عنده مهارة الهايك وعضل الهايك وقوة الهايك. شوف انت لما تتكلم عن واحد كعضل وكغيره، فهل العضل هذا محتاج كواحد كلياقة يحتاجه في جميع الرياضات، مش رياضة عن رياضة. أبو زايد كم باقي على القمة؟ وصلنا؟ الله بعد شوي. شوي خلاص مرة؟ قليل. يلا إن شاء الله خير. يلا إن شاء الله. هذا كله رخام، ها؟ أصداف بحرية. غير الرخام تشوف هنا بتحصل أصداف بحرية. أصداف بحرية موجودة بعد؟ نعم. كانت هنا مياه. يعني المياه كانت تغمر المكان هذا. شوفها. كان مغمور بالمياه المكان هذا. يا سلام على الهواء الطيب، يا سلام على الهواء الطيب. الله الله. يا سلام، هذا هو البحر. ايه شوف فيني يوم توصل، شوف النص يكون تعب. ايه يوم توصل اخر شيء على المراحل الاخيره تحس خلاص روح انك التعب. طعم الانجاز. طعم الانجاز. يا سلام على المنظر هذا. الله الله الله. شوف البحر. الله الله ما اجمله. وصلنا للشاطئ السري. الله شو النسمة، كيف طيرك. طيرك 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 طيرك. يا سلام يا سلام، هذا الشاطئ السري. ايه هذا هو الشاطئ السري. يا سلام الله. الشاطئ المستخبي. مستخبي. 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 الحمد لله لك يا رب. هذه شوف عمر. بعد رحلة التعب هذا كله، يوم توصل تشوف هذا خلاص يروح عنك التعب كله. كله. نعم. هذه اللي كنت أقول لك إياها بومة. ها. فلا عشان كذا أنا بقول لك إن من هنا تكشف البحر لآخره. بالضبط. فإذا هنا يوصل رسالة للي تحت. الله. يقدر يوصل الباقي رسالة وعنده مساعدة أحد جاي ولا شيء. أيوة. حراس هنا كانوا. حماة. حماة المدينة. حماة المدينة هنا كانوا موجودين. شوف تعبوا الأوليين. إيه لعل قلت حصى ويبحصى يا مدام حصى. شوف حتى البحر هذا، البحر كان مغطي المنطقة كامل. سبحان الله. بتلاحظ موجود الصدف. إيه شوف. الصدف موجود هذا. وجود الصدف. وأنواع مختلفة. بالضبط يدل إن شو؟ يدل إن البحر هالليبل كان مغطاه في البحر. كان مغطاي. يعني البحر كان واصل لغاية هنا. الله كيف. ما شاء الله. فلا أقول لك هذا دليل من الجيولوجيين إنه كان البحر مغطي المنطقة بكاملة. الله. إن البحر هذا شوف لوين وصل، مغطي المنطقة كلها. واصل الصدف فيها المنطنين آخر شيء. لأن سبحان الله تعرف قاع البحار خاصة هذه أتوقع يسموها مارتيني روك. مارتيني روك صحيح؟ يس. اي نعم، لأن هذه أنا غايص عليها هذا. المنطقة كلها عبارة عن جبال. الله الله. والله جبال جميلة. جميلة جدا. ويطلع عليها شجر
بانواع واشكال مختلفه. مرجان تقصد؟ لا، اشجار في البحر موجوده. اشجار في البحر؟ اي نعم موجوده بالوان واشكال مختلفه. يا الله، اول غطسه لي كانت هنا ما شاء الله في هالمكان. كم العمق تقريبا؟ العمق 18 متر. والله؟ اي نعم، من 18 هذا اقصى ولا ادنى؟ لا، اول نقطه 18 وينزل، طبعا تبدا من 6 متر. شوف 6 متر شيء؟ 6 متر شيء، وانت نازل تدريجي هاي بسلوب، يا بسلوب كذا، بعدين تنزل كيرف. الله، الكيرف هاي تقريبا 18 عمقه، وبعدين يوصل تقريبا لل 30. لما شوفه واقف القارب تقريبا حول ال 25 26. اه واضح. اي نعم. فهذه هنا. الناحية الثانية شاك ايلاند اللي جزيرة القروش. ايه جزيرة القرش. خلينا نستريح شوي في هالنسمة عليلة. النزول تصير تلين على الشنطة أحسن بوايد، حتى تكون الشنطة عمودية عليك، فأنت تمشي بهالطريقة تخفف عليك، تخفف على الوزن على على على, على عمود فقري، لأنه هو تقريبا الوزن الجسم كله، العمود الفقري هو أقوى تقريبا اللي يشيل عنك اللود أو الثقل موجود عندك، فعشان كذا. وزاي تليفونك وياك؟ وياي. خلنا نصور. يلا. يلا وقفنا خلنا نصور، ناخذ لنا صورة. ناخذ لنا سيلفي. ناخذ لنا سيلفي. على الأقل منا ناخذ لنا راحة. نصور نحط الفيو ورانا، فيو القمة هنا، تعال. وزايد هنا. ناخذ الفيو هذا حلو. لا 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 كذا كذا صورها كذا عشان تكون الشمس، ها؟ هي القمة؟ هي صورها كذا مع القمة هاي. القمة هاي. القمة هاي. أيوه. أيوه.
تمام. يا سلام. خلك بعد وحده. انا دائما دائما مش وحده تضبط معاك. تصور عشاء واقصى وحده تضبط معاك. اوكي. يلا. توكلنا. الوديان اللي صرته هناك موجوده ابو زايد، شفت مثل الشعيب هذا بس عرضه تتكلم انت مال 150 متر، شيء تحسه مثل الجراند كانيون اللي في امريكا في نيفادا، شيء كبير كبير. وعندهم فيا فاراتا، عمرك اسمه غامات بالفيا فاراتا؟ موجود في راس الخيمة لكن ما جربت. طايره فوق قاعد تطير. زياده خلنا نسلم عليها، خلنا نسلم عليها. سلم على شو؟ خلنا نسلم على الطايره. شوفوا الجوال. ها شافك الطيار ولا ما شافك الطيار؟ شاف القمر حتى. شافك الطيار؟ مشاعرك ابو علي؟ الله تسالني عن مشاعري يا ابو زايد. تحس ان اكيد اكيد شعور الانجاز، حققت هدفك. هدفك كان القمه. نعم. وين هدفك الجاي؟ وهدفي الجاي ان شاء الله البحر الجميل هذا الموجود. بتنزل للبحر ان شاء الله. النزول ترى مو مثل الصعود. اكيد احيانا يكون اصعب. اكيد بس نقدر عليه ان شاء الله. قادرين باذن الله. يلا نتحدى ان شاء الله. على البحر. التحدي الجاي البحر ان شاء الله. ان شاء الله. Thank you.